الروايات وأكثرها شيوعاً الرواية الصينية أنهم أول من زرع الشاي، وأن ملكهم كان في ذلك الوقت يحب جمع الأعشاب ورعايتها واستخدامها في العلاج. في يوم من الأيام كان جالساً في حديقته كالعادة ومعه فنجان من الماء المغلي، حملت الريح بعض أوراق الشاي وأسقطتها في فنجانه فتغير لونه فتذوقه فأحبه وأعجب بطعمه فأخذ يشربه دائماً، وهكذا بدأ ينتشر الشاي في داخل المملكة ثم انتقل إلى خارج المملكة. انتقل الشاي إلى أوروبا في القرن 17 عن طريق الهولنديين، فهم أول من أحضر الشاي الأخضر إلى القارة. كان في ذلك الوقت الشاي من الأغذية الباهظة الثمن، حيث كان يستخدم كعلاج ولا يباع إلا في أماكن مخصصة لبيع العقاقير، ثم ما لبث إلى أن تحول إلى مشروب يشربه الأغنياء. ومن تلك الحقب والعصور لا زال الشاي ينتقل بينها وبين أجيالها ليكون المشروب الأول على مدى الأزمان. داليانس أول براند ومنتج سعودي مختص في أنواع الشاي الفاخرة. خلونا نتعرف متى كانت نقطة البداية وتفاصيل كثيرة مع صاحب مشروع داليانس الخاص بالشاي الفاخر يزيد الشمري. هلا بك أستاذ يزيد. أهلا وسهلا. بداية أنا كان لي تعليق كده بسيط قبل ما نطلع على الهواء، أنه ليش سميتوه داليانس؟ سميناه داليانس على أساس أنه داليانس معناها في الإنجليش كاجوال لاف أفير، أو علاقة حب بسيطة. فإحنا هدفنا في داليانس أنه كل كوب أوف تي أنت تشربينه يكون في بينك وبين الكاس الشاي علاقة حب. الله، أوريدي يعني إحنا شعب نحب الشاي و24 ساعة قاعدين نشرب، الحين جبتونا بعد هذه النكهات وش تسوون فينا؟ صحيح إحنا شعب نحب الشاي، لكن للأسف إحنا ما عندنا الطقوس اللي عند الصينيين حقت الشاي. أنا من خلال عيشي في الصين مدة أكثر من 10 سنوات، الشاي غير شربهم للشاي، طريقة شربهم للشاي غير طريقة شربنا للشاي. إحنا نشرب الشاي بعد الأكل، شاي أحمر أو شاي أخضر، هذا هو. في الصين الشواهي الأخضر في أكثر من 100 أو 150 نوع، الشواهي الحمراء زي نفس الكلام. فاحنا حبينا يوم جبنا فكرنا في فكرة داليانس، قلنا انه لازم ننشر ثقافة جديدة في السعودية. زي ما تعرفين اخر سنتين القهوة سيطرت على الماركت عندنا بالضبط، وصارت القهوة هي اللي الترندنج، موجود الترند اللي قاعد يصير القهوة. فحنا جبنا شيء افود من القهوة، كل المنتجات اللي عندنا everything حق داليانس organic، non added sugar، non added oil، ما فيني أي يعني هذا الشاهي هو شجرة شاهي وحيدة في العالم اللي هي موجودة. طيب أنتم الحين إيش سويتوا شيء جديد عشان صار أفيد من الشاهي الموجود اللي إحنا نشربه، الشاي الأحمر أو الأخضر؟ أوكي، أولا الشاي الأحمر اللي إحنا نشربه بدون ذكر البراندات اللي موجودة، للأسف إحنا نشرب الدست نخارة الشاي إذا نقدر نقول، لأنه إحنا كنا في سريلانكا زرنا مزارع شاي وشفنا مزارع شاي. الشاي في سريلانكا يباع في مزادات أولا، ليبتون وما الشركات الكبيرة كلها تجي المزادات هذه ويشترون الشواهي. الشركات في شركات تشتري البواقي من الشاي اللي هو الفتات حق الشاي. علشان كذا إحنا دائما يوم نشرب شاي عندنا في السعودية، أول ما تحطين الكيس الشاي في الموية اللون يحل يصير احمر، اذا خليتيه يمكن نص دقيقه يصير طعمه مر، ما يعني لا يستحمل الشرب. فحنا جبنا التوب جريد من الشاي، يعني قعدنا البراند احنا جلسنا عليه قبل ما نسوي له ريليس، جلسنا عليه ما بين 6 إلى سنة
تقريبا سنة جلسنا عليه، ما بين ديزاين، ما بين الأنواع اللي حنختارها، ما بين المزارع اللي شفناها والأشياء هذه كلها. طيب خلينا نمشي خطوة خطوة. أوكي. أول نوع، هذا النوع من الشاي أنا شايفة كأنه حلى قطع سكر يعني. والله كلامك سكر. أنا هذا اللي شفته يعني، أنا ما شفت شاهي في الموضوع. هذا أنا أقول لك، هذا في معلومة إحنا نعرفها أنه في شاي فواكه، هو الفواكه ما يجي مع شاي، ما تخلط الشاي ما يخلط مع الفواكه. نعم. فهذا كركديه اللي هو الغجر. أوكي. كركديه هذه الخلطة حقت النوتي فروت اللي هو الأخضر، جلسنا عليها 4 شهور إلى ما طلعناها الخلطة فيها. أربعة. كيف جلستوا عليها يعني، إيش سويتوا حتى طلعتوا بهذه الخلطة؟ جبنا الكركديه وجلسنا نجرب الكركديه، وجربنا أنواع ثانية من الأشياء اللي تنشرب مع عدة أنواع فواكه. اللي طلعنا فيه قلنا نبغى ندور فاكهة ما تستخدم عندنا. لو تجربين الفواكه، موجود فيه بابايا، أناناس، ومشمش، وكرامبري مع الكركديه. طعمه الكركديه حامض، وطعم الفواكه اللي حاطينها اخترنا فواكه انها تحلي الطعم، فيطالع معك الطعم حامض حلو. حلو. وايش فائدته؟ أكيد له فوائد يعني، بناء على الفوائد أنتم مختارين هذه الخلطة. الكركديه الناس اللي عارفته عن الكركديه أنه إذا شربت الكركديه حار فهو يرفع الضغط، وإذا شربت بارد فهو ينزل الضغط. يس. طيب لو النوع الثاني من الشاي والثالث، أنا أشوف النوع الثاني كأنه الموجود عندنا التقليدي الأخضر. أوكي. الثالث؟ الثالث جرين جازمين. بس انا بس ممكن اقول لك شيء، الثاني مش نفس اللي عندنا. ممكن هو نفس اللي عندنا لانه احنا مستخدمين هذا المروكن منت، هذا مختارين نوع شاي اخضر ممتاز وخلطناه مع نعناع، نجيب النعناع من حايل ونخلط معه. احنا اول ما بدينا بنعناع نجيبه من المغرب، لكن الـ 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 ما كان عاجب الناس، يوم كانت الناس تجربه كان اقل شيء ينباع المروكن منت. بعدين بدينا نعدل في الخلطة ونضيف نعناع من هنا ونضيف نعناع من هناك إلى ما طلعنا في الخلطة هذه فيها 3 أنواع نعناع غير النعناع الحايلة، وشيء صراحة لا يغنى عنه. حلو. النوع الثالث طبعا أنا هذا كلهم بجربهم الحين ولا وش أسوي؟ أكيد لازم أجربهم. حتجربيهم. ما في مجال. النوع الثالث هذا النوع الثاني من أنواع الشاي الأخضر اللي عندنا واللي هو بالياسمين. حلو. لأنه كل العالم هنا أكثر نوع شاي يعرفونه الأخضر الياسمين. إحنا يوم اخترنا الأنواع اللي نبغى ندخل فيها السوق، حاولنا أنه نختار أنواع تكون الناس عارفتها أو مجربتها قبل، على أساس يقدرون يقارنون بين المنتج حقنا والمنتجات اللي موجودة في السوق. فعلشان كذا إحنا اللي بدينا فيهم بدينا بواحد الفواكه، الاثنين أخضر اللي جنب بعض اللي هو بالنعناع وبالياسمين، الشاي الأصفر بالجنسنج، والشاي الأبيض بالورد، والشاي الأحمر بالياسمين. الشاي الأبيض بالورد كيف يعني شاي أبيض بالورد؟ معليش هذا شيء جديد لازم توضح لنا أكثر قبل لا نختم معك الفقرة. شيء طال عمرك. الشاي الأبيض معروف أن الشاي الأبيض أعلى أنتي أوكسيدنت موجود في الطبيعة، فالشاي الأبيض هذا موسم الشاي الأبيض، الشاي الأبيض هذا الريليس حق الشهر هذا، هو اللي ضفناه الشهر هذا. الشاي الأبيض هو شاي أبيض مع الورد، الشاي الأبيض اللي موجود مقطوف في منتصف منتصف مارش اسف. يعني في شهر معين لاختطاف هذا موسمه الان. أي. موسم القطف من اول مارش الى 15 مارش. هذا مقطوف يوم 9 مارش. الشاي اللي موجود امامك. حلو. يعني هي فعلا انواع جديده. يس. لقيتوا الناس مقبله على انواع الشاي ام انه العالم لا يقول لك خلينا على الشاي الاحمر الثقيل اللي قند الراس وبس خلاص؟ أنا لقيت في اقبال عليه؟ الحمد لله لقينا في اقبال، ولقينا في ناس كثير جت الحمد لله جربت من عندنا وقالت صراحة احنا جربنا كثير اماكن هنا في الرياض، جربنا من برا، جربنا من الاشياء، لكن صراحة شايكم يعني شايكم ممتاز الحمد لله. عندنا بدينا فعليا قبل شهرين اللي بدينا نبيع للناس والاشياء هذه، الحمد لله الحين عندنا اراوند 1500 كلاينت وان شاء الله يعني للامام. يعني الكونسبت انه لازم احنا كل شهر على اساس يصير عندنا ان شاء الله المره الجايه اللي نقابلك فيها نملالك الطاوله كلها انواع ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى اكيد ان نستضيفكم كل شهر. احنا نضيف نوع او نوعين.
حلو. شكرا لك يزيد الشمري، نورتنا اليوم. الله يخليك. حقيقي بالتوفيق، مشروع جدا حلو، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ونشوفكم في المستقبل ان شاء الله ايضا نكهات ان شاء الله، وتشوفونا ان شاء الله في محلنا قريبا باذن الله. كل التوفيق لكم. مثل ما شفتوا مشاهدينا، داليانس منتجات الشاهي العصريه وايضا الصحيه. كنا في هذه الفقره مع يزيد الشمري، شكرا لوجوده معنا، وايضا شكرا لمتابعتكم. فاصل قصير، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. السعودية تحتل المرتبة العاشرة من أصل 18 في الأخلاق والأدب على مواقع التواصل الاجتماعي.